بنجدد التحية لحضراتكم ومرة أخرى في آخر فقراتنا النهاردة في حلقتنا في رأي عام. في المؤتمر السادس للشباب اللي عقد الأسبوع الماضي في جامعة القاهرة، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبحث عن حل لظاهرة الانفصال والطلاق اللي زادت بشكل كبير جدا الفترة الماضية. الرئيس كلف غادة والي وزيرة التضامن بإعداد دورات لتأهيل المقبلين على الزواج، والدورات دي مطبقة بالفعل الحقيقة في الكنيسة، وهي إجراء إجباري كشرط لإتمام الزواج. أيضا هناك وحدة في دار الإفتاء لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج. طيب إيه هي طبيعة هذه الدورات، وإزاي ممكن تستفيد الدولة من التجارب السابقة في هذا السياق؟ ده اللي هنعرفه من ضيوفنا في الاستوديو. اسمحوا لي أرحب بضيوفي الكرام، بداية فضيلة الشيخ عمرو الورداني المشرف على وحدة تأهيل الزواج بدار الإفتاء، تحياتي لحضرتك فضيلة الشيخ. أيضا الدكتور وجيد ذكري أستاذ الإرشاد النفسي بمعهد الرعاية والتربية التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحياتي لحضرتك دكتور وجيد. طيب خلينا قبل ما نبدأ مناقشة نفتكر مع بعض الرئيس السيسي قال إيه في مؤتمر الشباب عن هذا الموضوع. أنتوا فعلا محتاجين راجل أو شاب كان أو شابة ينظروا بعمق لحالات، يعني بيبقوا عارفين بعض وفي منهم مودة ومحبة، وبعدين عاملين فرح وعاملين كل الإجراءات الطيبة اللي تخلي أي حد يبقى سعيد، وبعدين شهرين ثلاثة أربعة خمسة ويقول لك لا أنا سبت. طب ليه؟ أنا أتصور إن في دور مجتمعي، وإن إحنا محتاجين نعمل مراكز، والكلام ده فيه بدايات غير نسبيته، تؤهل بكورس قوي جدا للشاب والشابة المقدمين على الزواج، عشان حالات الانفصال. هل الدكتورة غادة تعمل كده؟ هل منظمات أخرى؟ أقدر أديها للدكتورة غادة من فضلك. حضرتك كنت وجهت بدراسة وتحليل ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع المصري، وهي فعلا في السنوات الماضية ارتفعت بنسبة مقلقة بالمقارنة بالمعدلات العالمية. حضرتك وجهتنا وإحنا عملنا حصر ببرامج إعداد الأزواج وبرنامج الاستشارات الأسرية في مجموعة من الدول اللي بتشبهنا في الثقافة وفي الحجم المجتمع وطبيعته، وعملنا حصر في 4 دول عندها برامج، وأيضا في بعض البرامج والتجارب اللي بتتم في مصر، وكلفنا مركز البحوث الاجتماعية والجنائية مع بعض منظمات المجتمع المدني ومع بعض الخبراء في علم النفس وعلم الاجتماع، وحطوا الإطار لهذا البرنامج وبنقارنه ببرامج أخرى موجودة في ماليزيا وموجودة في دول أخرى، وشرفنا يعني على الانتهاء منه، ومفروض أن احنا نعرضه قريبا ان شاء الله، بحيث انه يبتدي بشكل تجريبي، وبحيث انه يكون في مكون للحضر ومكون للريف، وبالتعاون مع ايضا المجلس القومي للمرأة اللي كان عندهم ايضا بعض التجارب في هذا الاتجاه. فابتدى يتكون عندنا منهج وموضوع بنفكر نعمله الاول بشكل اختياري، ثم قد يتحول اذا اثبت جدواه واثره الايجابي الى انه يكون شكل مطلوب مع عقد الزواج ان شاء الله. شكرا. أنا أرجو إن إحنا بس حضرتك نبقى، لا خلي حضرتك تستريحي اتفضلي، إن إحنا يعني لما إن شاء الله نطلق هذا البرنامج ندي فرصة للإعلام إن هو يلتقي بالشابات والشباب ويتحدث معهم ويتحدثهم على البرنامج، عشان ندي صورة للمجتمع على إن ده لو قدرنا ننجح، لأنه طبعًا مش معقول هنعمل المركز ده بس في القاهرة، لا إحنا محتاجين نعمله في المحافظات وفي حاجات أخرى عشان نوفر الفرصة لكل من يرغب ان هو يتأهل التأهيل المناسب للموضوع. نعمل حاجة تخدم للريف وحاجة للحضر وحاجة أونلاين وحاجة مطبوعة وحاجة في شكل محاضرات، وأتصور إن الجامعات المصرية المختلفة اللي في كل المحافظات، وإحنا عندنا خطة إن يبقى في جامعة في كل محافظة، قد تكون مكان مناسب لهذا النوع من التوعية والمحاضرات. في أيضا مكاتب الاستشارات الأسرية تابعة لوزارة التضامن موجودة في كل القرى والمحافظات، دي مطلوب تأهيلها عشان تساهم في الدور ده. جزء منه العلاقة بين الزوج والزوجة، وجزء منه الدور في الرعاية الوالدية وتربية الأبناء ورعايتهم وحمايتهم. شكرا. شاكرين. تمام. طيب دكتور عمرو، احنا عندنا حاجه اسمها وحده تاهيل الزواج، الوحده دي خلينا نتكلم عن ما تقدمه للمقبلين على الزواج، طبيعه ما تقدمه ايه ومدى افادتها، وليه ناس كتير ما تعرفش عنها حاجه؟
أنا سعيد أن مع حضراتكم، ولكن الوحدة اسمها وحدة الحفاظ على الأسرة المصرية، وهي بتقدم في الحقيقة 5 برامج. في برامج ابتدت من 2014 اللي هي برامج يعني حلول وليس برنامج بمعنى برنامج تدريبي، ولكن هي برامج بمعنى حلول. البرنامج الأول هو كان برنامج تأهيل المقبلين على الزواج، وابتدى التفكير فيه من 2012، ابتدى دوراته من 2014. عملنا 6 برامج، 6 برامج دي إلى الآن إلى شهر 7/2018 عملنا 6 برامج، والبرامج دي مصممة بشكل يتناسب جدا جدا مع المسألة الإنسانية. أنت حضرتك لما تسمعي برنامج في دار الإفتاء المصرية هيغلب على الظن أن البرنامج ده برنامج شرعي بيتكلم عن الأحكام الشرعية فقط. الحقيقة ده مش صحيح. إحنا عندنا البرنامج في الحقيقة نسبة المعارف الدينية فيه لا تتعدى 10%، و90% معارف إنسانية. معارف إنسانية تتعلق بعلم النفس الاجتماعي، معارف إنسانية تتعلق بأنماط الشخصيات، معارف إنسانية تتعلق بالجوانب الاجتماعية، معارف إنسانية تتعلق بالصحة الإنجابية، معارف تتعلق بكل ما يتعلق بحسن العشرة. كمان كان اللطيف كمان اللي احنا عندنا إن في جزء يتعلق بالديكور، لأن احنا بنتكلم على كيفية الصحة النفسية والصحة الإنسانية في مسألة البيت. أنا في جزء ليا خاص بالبرنامج، في البرنامج ده بتكلم فيه عن أصول العشرة الحسنة، بتكلم عن 10 أصول، 5 منها إزاي الإنسان يكون إنسان قبل ما يكون زوج. وعشان كده احنا بنقول إن احنا لابد إن الإنسان يكون إنسان قبل أن يكون زوج، فلابد إن احنا نتكلم على جملة من الأشياء تتعلق أول شيء بتكسير الصور النمطية الاستيريوتايب اللي عندنا اللي بيخلي الناس بتدخل على الزواج وهم محطمين وهم في الحقيقة مش قادرين يتزوجوا بشكل صحيح، لأنه داخل على صورة هو مستعد نفسيا أن يقابل أشياء كثيرة تمنعه من الزواج، زي ما تفضل فخامة الرئيس هو بيتكلم عن مسألة الزواج. كمان في حاجات تتعلق بالاتزان، كل الناس بتتجوز وعندهم حاجة كده غريبة قوي قوي أن الواحد يتجوز عشان يستقر. لا يا سيدي، استقر الأول بعدين اتجوز. فعشان كده لازم يبقى الاتزان قبل الوزن، فعندنا أصل اسمه الاتزان قبل الوزن. وعشان كده لا يا سيدي لا تبلي بنات الناس بيك ولا بنات الناس تبليه بيك، لابد ان احنا نكون عندنا الاتزان قبل الوزن. طيب الوحدة دي يا فندم ليه مفيش ناس كتير عارفة عنها حاجة، وإيه طبيعة يعني علاقة الناس بيها؟ هل فعلا عليها إقبال من الناس قبل؟ يعني حضرتك بتقولي مش بشكل دورات، ولو هنقول بشكل تقديم معلومة، هي البرنامج ده بشكل دورات، لكن أنا بقول في حلول أخرى. يعني مثلا احنا عندنا كمان لجنة الإرشاد الأسري. لجنة الإرشاد الأسري هي لجنة مضلعة، مضلعة يعني إيه؟ ما فيهاش جانب واحد بس. عندنا اللجنة دي بيحضر الشخص اللي عندهم حالة من حالات انخفاض التوافق الأسري، ما بنسموهمش المقبلين على الطلاق، لكن بنسميهم إن عندهم انخفاض التوافق الزواجي. بيبقى عندنا ممثل من علم النفس الاجتماعي، وممثل من التنمية الحياتية، وممثل من الجانب الشرعي. أنا ببقى موجود في اللجنة دي كممثل للجانب الشرعي، وانا رئيس اللجنه ديت. ودوت الحل الثاني. الحل الثالث ان احنا بنعمل برامج للتوافق الزواجي، يعني الناس دول بعد ما ناخدهم بقى قبل احنا عندنا طبعا النسب اللي بتكلم عنه فخامه الرئيس ده نسب مهوله، نسب خطيره جدا جدا. وانا بسميها اذا كنا بنتكلم عن كله اللهب في كره الشوك دي هي الطلاق، لان الطلاق كل ما بيتدحرج كل ما بيشوه الانسان، وكل ما بيسبب له وجع، وخاصة في مجتمعات عندها لسه فيها ثقافة الوصم دي. المطلقة في عندها مسألة ثقافة الوصم، ودي مسألة بتزيد الأعباء. فمثلا على سبيل المثال في 2016 كان عدد حالات الطلاق 178,000 حالة طلاق بس. ودوت موضوع خطر جدا جدا. لما نيجي نقول إن في حالات الزواج عندنا 27 مليون حالة، منهم 9 مليون طفل طلاق، حضرتك متصورة إيه اللي عندنا؟ فخطر الطلاق مضروب في خطر التطرف، مضروب في خطر الزيادة السكانية، مضروب لأن لما تطلق هيتجوزوا تاني، فأخطار كتيرة جدا جدا في نسب الطلاق عندنا. فكان لازم نتعامل مع ده. لما في المرة الأولى لما تكلم فخامة الرئيس عن مسألة مشكلة الطلاق وصارت مسألة الطلاق الشفوي، احنا بصينا بشكل تاني للمسألة. طيب هرجع لحضرتك نتكلم عن موضوع الطلاق الشفوي، بس خلينا دكتور وجيد ايه أيضا عندنا حاجة اسمها معهد الرعاية والتربية. دور هذا المعهد ايه، وما يقدمه من دورات تدريبية أيضا للمقبلين على الزواج؟ هو المعهد من زمان طبعا بقى له فترة كبيرة جدا
بيرقصوا قداسة البابا طوادروس والوكيل بتاعه الأنبا موسى أسقف الشباب. المعهد معهد دراسي منتظم لمدة سنتين بعد البكالوريوس، وبيدي دبلومة في المشورة أو في الإرشاد الأسري، في الإرشاد النفسي، في الإرشاد الروحي، في كذا قسم يعني. ولي نسبة حضور وغياب والتزام، وفي طلبة ملتحقين به من كل أنحاء الجمهورية. اللي في القاهرة بيبقوا ملتزمين بالحضور، اللي خارج القاهرة بيبقوا أونلاين معانا، يعني هو مجهز بأحدث وسائل التواصل التكنولوجية. وفي بره مصر، يعني في من امريكا وكندا والدول العربيه بيتابعونا، بيتواصلوا يتابعوا الدورات. والامتحان بيبقى في نفس الوقت في نفس التوقيت، وبتصحح. وعلى هامش الدراسه المنتظمه بتاع المعهد، احنا بنعمل الدورات بتاعه التوعيه. الدورات ابتدينا نعملها الحقيقة من أول 2016، وجينا في 1/7/2017 بقت قداس البابا أصدر قرار أنها تكون إجبارية، ولابد من حصول المخطوبين على شهادة لإتمام مراسم الزواج. بدون هذه الشهادة ما ينفعش. حضرتك قلت لي ان في امتحانات بيتم، الامتحانات للطلبه المنتظمين، لان ده بياخد دبلومه بعد سنتين. ده بشكل انما اكاديمي، دول بيكفي ان هم يحضروا ويكون نسبه الحضور بتاعتهم كامله عشان نضمن. انا الحقيقه لما بدي المحاضره بتاعتي، بدي محاضرتين هناك في الدورات دي، ببقى اقول لهم انتم اكثر حظا من اللي قبليكم، لان الاجيال اللي قبليكم ما فيش حد وعاها ولا علمها. يعني انا بدي محاضرتين مهمين جدا، اللي هي اهميه الفحص الطبي قبل الزواج، لان ده بنتلافى مشاكل كتيره جدا، واهميه او رؤيه علميه نحو العلاقه الحميمه، لان دي اصبحت من اهم المشاكل اللي بتواجه النيولي ماريد كابلز المتزوجين يعني. طيب سريعا كده، مدى تأثير هذه الدورات على كل من التحقوا بها وحصلوا عليها قبل الزواج؟ شايف انه في اكيد طبعا بتتابعوا ده، شايف انه في تأثير فعلا لهذه الدورات بشكل كبير في الخلافات والمشاكل الاسريه اللي بترد اليكم؟ بالتاكيد. هقول لك حاجه، يعني مره جالي كابل في العياده، فقالوا لي احنا قابلتنا المشكله الفلانيه وكنا حضرناها، طبعا مش فاكرهم، كنا حضرنا لك محاضره قلت كذا ونواجه المشكله دي ازاي، وحاولنا بس برضه اختلفنا، فرجعوا لي. ده معناته ان هم في ذهنهم هذا الكلام. هم على فكره بعد ما بيخلصوا بيبقى معهم كل الماتيريال اللي خدوها، وفعلا بيراجعوها. بقى في وعي عالي جدا لدى الشباب، يعني الدوره بيبقى فيها حوالي 80 كابل او اكتر، ولازم يحضروا مع بعض. احنا في الدوره ال 14 دلوقتي. تمام. وماشيين بانتظام وكل مره بتزيد. احنا حاسين ان المشاكل بتقل، يعني المشاكل اللي بتجيني سواء في المستشفى او في مراكز المشوره اللي معموله اقل بعد الدورات دي، بنحس ان هم على وعي اكتر او قريبين من طرق الحل. تمام. طيب خلينا نروح الاول برضو نشوف جزء من كلمه سياده الرئيس عن تزايد حالات الطلاق اللي كان هو السبب وراء رغبه الرئيس في تحقيق الاستقرار، ونسمع جزء من كلام الرئيس ثم نعود مره اخرى. بتقولوا الـ مثلا القوانين والتشريعات، طب انتوا شايفين قضايا مجتمعيه موجوده عندنا، يعني مثلا هم قالوا نسب الطلاق 44%، عارفين يعني نسب الطلاق 44%؟ يعني كل 100 حاله زواج يحصل فيها تقريبا 50% طلاق. اذا كانوا بيقولوا في 9 مليون طفل بدون أب وأم بشكل مباشر، طب وفي كمان بقيت الإحصائيات بقى 15 مليون بشكل غير مباشر، يعني في انفصال
بس خفي، هو ما عملوش وثيقة انفصال، ساب البيت أو هي سابت البيت والولاد بقوا في انفصال خفي. هل تتصدوا كمجتمع؟ ولما أنا بكلمكم كده، لما جيت قلت لازم نعمل تشريع لتوثيق الطلاق هجمت. أنا مش زعلان. طيب دكتور عمرو، يمكن على الجانب اللي اتكلم فيه دكتور وجيد، هم عندهم إلزام في الموضوع ده، وأنه هناك شهادة موثقة قبل عقد القران. ليه ما يكونش عندنا نفس الموضوع؟ يعني يعمم بشكل أكبر أنه لازم يحصلوا زي موضوع بالضبط الكشف الطبي أو الإجراءات الكشف الطبي قبل الزواج. يعني كان هناك اتجاه في بعض الأوقات أنه لازم يبقى إلزام، يبقى معاك شهادة صحية قبل عقد القران. ليه ما يكونش عندنا ده، وخصوصا أن احنا الطلاق عندنا سهل؟ هو ده السبب اللي خلانا نبتدي بالوعي قبل السعي والوعي قبل القانون. ليه بقى؟ احنا عندنا الشهاده الصحيه لما الزمناها على الناس بقت قبل الاسعار ما ترتفع كانت بتتضرب ب 50 جنيه. فدلوقتي هو ما بيروحش يعمل الكشف الطبي وبيدفع الفلوس وبيعمل كده. هل انا بقول ان ده صح؟ لكن بقول ان مساله ثقافه، مساله وعي. احنا في الحقيقه الزواج امر متعدد الجوانب، ولذلك احنا لما فكرنا فيه فكرنا بالتفكير متعدد الرؤى، ما فكرناش من جانب واحد بس، لان الزواج ومساله الطلاق مساله تتعلق بالثقافه. يعني الانسان لو كان مؤهل، لو كان مدرب، هيتعامل مع الازمات بشكل اكبر وبشكل اقوى. يعني انت سالتي الدكتور وجيد سؤال في غايه الاهميه، ايه اثر الدورات دي على الناس؟ تخيلي لما حضرتك انا بعمل الدوره وبعد كده بيجي في حفله التخرج بقى والناس فرحانين بهذا الذي تلقوه، بيسموا الدوره بدل تاهيل المقبلين على الزواج بيخلوها تاهيل المقبلين على الحياه. اذا ده الانسان تغيرت نظرته الى الحياه، مش بس بقى مساله الطلاق، لان مساله مش مساله الزواج، لان الزواج ده هي زي ما بيقولوا علماء الاجتماع وعلماء النفس، الزواج هو اكبر مرحله حياتيه في حياتك. تمام. ولذلك المساله دي بشكل واضح هي مساله وعي وثقافه. ولذلك احنا بدأنا بمسألة الوعي، وعشان كده احنا عايزين عشان ندعم تمام. مسألة القانون. هرجع لحضرتك مرة أخرى دكتور عمرو، بس خلينا نشوف كمان رأي الشارع في هذه الدورات. طبعا اقتراح كويس جدا، ان هم عشان ما يزيدوش يعني من نسبه المطلقات وكده، فلازم يكون بيتعرفوا على بعض ولازم يعني يكونوا فاهمين بعض اكتر قبل ما ياخدوا قرار ان هم يتجوزوا وكده، عشان ما يتطلقوش وبعدين النسبه دي تزيد في البلد. اقتراح كويس طبعا، لان نسبه الطلاق عاليه جدا في مصر ولازم نقلل الموضوع ده. ان هم يعملوا بيبقى في حاجات كده عباره عن اختبارات وحاجات يشوفوا هل هم فعلا هيقفعوا يقبلوا بعض ولا لا، مستواهم تفكيرهم. عندنا في مصر تدخل الاهل وبتاع دوت، فهي بتزود برضك نسبه الطلاق. فيعني اتمنى ان يكون كل اتنين عايزين يتجوزوا، ان هم قبل ما يتجوزوا كده اي مشكله هتحصل تبقى بينا نحاول مع بعض نعديها. وموضوع الفكره كويسه انها تخليهم ان هم يبقوا اكتر مع بعض والكلام دوت، اللي هم يعني ازاي يتواصلوا كويس مع بعض. يعني دي اهم حاجه، هي دي الاساس بتاعهم، اذا عرفوا يتواصلوا كويس مع بعض فعلا هتكملوا حياه كويسه. اتمنى يعني في دوره زي كده تعرف برضو حقوق الزوجه من دلوقتي، اللي هي المفروض تعمل ايه، وفي نفس الوقت تعرف شريك حياتها ده يكون عنده اخلاق، يعرف يعيش معاها، يعرف الظروف بتاعتهم كذا، دخلهم ايه، عشان يعرفوا بعد كده ما يصطدموش بواقع يؤدي الى الطلاق. والله انا شايف الموضوع يعني لو في توافق ما بين الزوجين وفي تفاهم ما بين الاثنين، والموضوع مش هيحتاج تاهيل ولا حاجه. والله تبقى في دورات نفسيه مثلا لتاهيل الزوج، ان هو مثلا بالنسبه للعنف ضد المراه، بالنسبه للزوجه مثلا يبقى في تاهيل ليها في التربيه، في مجال الامومه، في مجال رعايه الاسره. يا ريت طبعا نسبه الطلاق زادت في البلد ومبقاش في تفاهم، وفي ناس كتير ما عندهاش وعي في حاجات كتير. يا ريت يعملوا حاجه زي دي، يدرسوا ازاي يحترموا بعض، ازاي يكونوا متفاهمين، ازاي يسمعوا بعض، ازاي يفهموا بعض، ازاي يربوا عيالهم.
هو اقتراح كويس جدا، على اساس ان دلوقتي اكتريت مشاكل الطلاق بتحصل بسبب صغر سن الزوج او الزوجه، بيبقوا هما الاثنين مش مدركين يعني ايه حياه، يعني ايه استقرار، يعني ايه يعرفوا يربوا ولد. الثقه بين الزوج والزوجه عشان دي اكتر حاجه ممكن تعمل مشاكل. رقم اتنين اللي هما عايزاه يعرفوا يربوا الطفل الصغير، علشان اكتريت الموضوعات بيطلقوا والولاد هي اللي بتتحمل المسؤوليه كلها. بس فانا شايف اللي هي تربيه الطفل والثقه بين الزوج والزوجه. اعتقد انه اقتراح حلو، لان نسبه الطلاق زادت جدا في الايام دي، وكمان المفروض ان هم يقعدوا مع بعض اكتر فتره ممكنه، عشان يعني فتره الخطوبه حاسه قليله جدا. يعني المفروض ان هم يدرسوا بعض، بيحبوا ايه بيكرهوا ايه مثلا في الحاجات دي، عشان ما يندموش بعد كده. تمام. طيب دكتور عمرو، سريعا تعليق حضرتك، ايه يمكن الكل يعني متوافق على موضوع الدورات التدريبيه او التثقيفيه دي ما قبل الزواج؟ صحيح، الشرع بلا شك، لان ما فيش اسره ولا بيت الا و كرة الشوك اللي هي كرة شوك الطلاق دي، يعني من قريب أو من بعيد منها بشكل أو بآخر. تمام. الأمر الثاني إن الأسباب اللي ذكرت لمسائل الطلاق فيها بعضها دقيق وبعضها حقيقي وبعضها يعني متاخد من أشياء قديمة، يعني مثلا انخفاض سن الزوجين، لا احنا عندنا دلوقتي ارتفاع سن الزواج في الحقيقه، فمساله ان لسه، لكن ده ممكن ينطبق على بعض البيئات التي الريفيه ممكن لسه فيها الكلام كده. انا شايف ان في النهايه ان التقرير بيقول ان الوعي قبل اي اجراء يتعلق بالزواج. المساله المهمه اللي انا متصورها ان احنا من عدد الحالات اللي وصلت لنا، احنا دلوقتي دربنا لغايه دلوقتي في مساله المقبلين على الزواج اكثر من 500 متدرب. حضرتك سألتيني هل الإقبال عليها؟ لا، الإقبال متزايد جدا. أنا بضطر عشان القاعة اللي عندي بتصل 120 واحد، فبضطر أقفل التقديم قبل وأنا لغاية دلوقتي إحنا المفروض يكون عندنا دوت اللي أنا متصوره، إن إحنا يبقى عندنا تحالف تجاه قضايا المجتمع. تحالف ما بين كل مؤسسات الوعي، الإعلام مؤسسة وعي، الإعلام كله مؤسسة وعي. تمام. وكمان احنا مؤسسة وعي لازم يبقى فيه تحالف عشان نقدر نعمل ده. لاننا في حاجة اسمها في التدريب قياس الاثر. لما عملت قست اثر الدورات وجدت ان في حالة من حالات الدعاية المباشرة، وده قياس اثر كبير جدا، ان بيحصل دعاية مباشرة عن طريق المتدربين لدوائر اوسع. تمام. الامر الثاني زي ما قلت حضرتك، التغيير لقب الدورة الى المقبلين على الحياة، وكأنها سكنت في شخصية الإنسان وفي كيانه. الأمر الثالث أني بقى عندنا طلبات من المحافظات أن الدورة تتم بشكل أكبر. طيب دكتور وجيد، إحنا عارفين يمكن أن هناك صعوبة شوية في التلقى في المسيحية، لكن هل هناك اهتمام بالمتزوجين بقى دورات ما بعد الزواج، استشارات أسرية، حل خلافات مشكلات، هل بيتم التواصل بنفس العمق وبنفس الشكل بعد الزواج؟ بالتأكيد بقى في وعي أكتر، والنهاردة أي زوجين بيحصل بينهم اختلاف أو مشكلة، هم بيقولوا لبعض تعال نروح لكونسلور أو مستشار نفسي ونشوف هيقول لنا إيه. يعني بقى في وعي. هو الحقيقة النسبة الأكبر اللي بتجيلنا السيدات، وبعدين طبعا هم اللي بيبتدوا، وهم اللي عندهم إدراك أكتر بمدى خطورة إن هم يختلفوا. وبعدين الزوج بنقدر نجيبه يعني بطريقة أو بأخرى وبيجي. تمام. بشكل عام، هل موضوع الدورات التدريبية دي بتختلف في المسيحية من يعني كنائس لأخرى، ولا هو نموذج مطبق ومعمم على الكل؟ اختلاف طفيف. هي بتطبق في كل أنحاء الإبروشيات أو في كل أنحاء الجمهورية، لكن هي نظريات واحدة زي ما قال الدكتور عمرو. يعني معظمها نظريات نفسية واجتماعية، وقد يكون فيها تدعيم ببعض نظرات كتابية أو مسيحية، لكن بالنسبة لي اللي بدليل إن احنا مثلا في المستشفى بيجيني من هنا ومن هنا، يعني من الطرفين، وبقى الوعي عالي جدا جدا على كل المستويات بتاعت المجتمع. الفئات اللي في مستوى اجتماعي عالي وفي مستوى متوسط، ما كله بيجي وكله يتدارك ويحس بمدى الخطر اللي هو مقبل عليه. الإنسان عامة بطبيعته
عايز يبقى سعيد في حياته مش عايز يبقى تعيس. تمام. طيب دكتور عمرو بشكل عام ايه هو سبب ارتفاع معدلات الطلاق عندنا هنا في مصر بالشكل ده؟ احنا عملنا دراسه في الوحده اللي عندنا لان احنا بنحاول ما ننتظرش كتير. احنا عندنا 3 متخصصين، انا بعتبر المفتي باحث اجتماعي بالاساس، فعملنا دراسه فاكتشفنا عندنا 12 منبئ من منبئات الطلاق. ف 12 حاجه بتخلينا ارتفاع نسب الطلاق. اول حاجه انا ممكن نذكر عدد منهم بس مش كتير على فكره. العامل الاقتصادي متاخر في هذه المنبئات على عكس المتوقع، لكن في كتير جدا جدا هو اللي بيؤدي لمشاكل كتير. لكن العامل الاقتصادي وخاصه ان مساله الطلاق لما بتيجي من طرف المراه بيبقى العامل الاقتصادي متاخر، لان المراه ما بيبقاش الجانب الاقتصادي غير اللي بتحمل عليه المساله النفسيه او المساله المجتمعيه اللي عندها. يعني مثلا من المنبئات المهمه جدا عدم التقدير. عدم التقدير ده مسألة مهمة جدا جدا. عدم فهم نمط شخصية الشخص اللي قدامه وعدم فهم لغته. يعني مثلا أنا في الجزء اللي أنا بدرب عليه بقى عندي أصل كده للأصل، وظيفتك في البيت مترجم. لأن في كتير من الأحيان إحنا لا ننتفت إن زي ما جون جراي عامل كتابه الكتاب المشهور اللي كان في التسعينات اللي هو أكثر كتاب مبيعة، إن الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. فالرجال بتتكلم بلغة والنساء بتتكلم بلغة. لما بيستمر هذا الحوار بهذه الطريقة بتتحول البيت إلى جزء منفصل من غير ما نعرف هو إيه سبب إن لأن المرأة تتكلم بلغة. هي مثلا هو بيدخل البيت فبيقول لها السلام عليكم، بتقول له طلقني. هو مش عارف إيه السبب. هو السبب السلام عليكم، أنت جاي دلوقتي بعد ما سبتني طول النهار وانت مش مهتم بيه. هو لا يعرف ان المرأة لا تصمت. المرأة اذا صمت لسانها لا يسقط باطنها. فهي تفكر كثيرا كثيرا. فهو محتاج ان هو الرجالة مختلفين. يعني مثلا من حاجات اللي الستات ما تعرفهاش عن الرجالة، ان الرجالة بداخلهم طفل. هذا الطفل يظل ولكن تختلف الاعمار، الاختلاف الطبائع والتكوين الشخصيه والانماط الشخصيه. يعني مثلا من الحاجات المهمه كمان مساله عدم التقدير والاحترام للاسره الممتده. عدم التقدير والاحترام لاسرته. تمام. عدم التقدير والاحترام لاسرته. فبيضطر ان هي تتحول هذه الاسر بدل ما تبقى اسر مسانده وداعمه تتحول الى اسر ماذا؟ اسر مؤججه. فتتحول الأسرة إلى أسرة ملتهبة. بيتم العمل بقى من خلال ما يقدم في سياق هذه الدورات على طبعا لازم نتعامل. وكمان في جزء الاستشارات كمان. أنا عندي في جزء الاستشارات كمان ما بعد الزواج. أنا ابتديت في الاستشارات عندي من 2017 في فبراير 2017 إلى دلوقتي. أنا عندي 527 حالة. الحالات في غاية الـ 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 الإيجابية والتفاعل. وعندنا حالات بيتكرر الحضور معها أكثر من مرة. والناس مش متصورة أن في عمل مثل هذا في مؤسسة رسمية ومجانا. يعني هم بيتعجبوا من الجودة ويتعجبوا كمان من كم الوقت. احنا بنقعد في بعض الأحيان مع حالات 3 ساعات وبنقعد مع حالات مرتين وثلاثة حد لغاية ما نوصل لهذا الأمر. تمام. طيب دكتور وجيد، اخيرا هل انتم مستعدين تتبادلوا هذه الخبرات، وخصوصا ان انتم عندكم خبرات كبيره في هذا المجال مع الوزاره، علشان يكون عندنا انماط مشابهه لده سواء قبل الزواج او برضو احتواء المتزوجين في مشاكلهم واستشاراتهم بعد الزواج؟ هل عندكم استعداد؟ جدا جدا. هل تم عرض ده عليكم او في اليه للتنسيق؟ انا الحقيقه جاني مرتين، في حضروا لي مرتين. حد من احنا كانت بتعمل ماستر من الازهر، والدكتور بتاعها وجهها قال لها روحي لمعهد الرعايه في دار الافتاء، حضرت لي محاضره كانت عن رؤيه علميه تجاه الجنس للمقبلين على الزواج. تمام. بطريقة علمية نفسية وطبية وروحية. وقد ايه كانت تبادل الأفكار كان مفيد جدا ليها وليا. وجاتني واحدة برضو كانت بتعمل دراسات عليا بس دي من الجامعة الأمريكية، برضو موجهة انها تيجي
تاخد خبرات او تعمل وتنقلها. ففي حصل مرتين او اكتر كمان في عدم محاضراتي ان جه ناس. فاحنا جدا مستعدين، وزي ما قال الدكتور عمرو حتة الانفاليديشن او عدم التقدير، وما كل ده احنا بندرسه من ضمن الحاجات اللي بتسبب مشاكل أسرية قد تقود الى الانفصال او الطلاق. عدم التقدير، الانسحاب بتاع الراجل، الانسحاب السلبي او الايجابي، الاكسلريشن اللي هو التصعيد، تبقى المشكلة صغيرة ويصعدوها جدا عشان ما فيش حد بيبنوا على حاجات وهميه مش حقيقيه، بس عشان يعني مشاكل مش عارفين يتكلموا فيها. حاجه اسمها الثلاثه الكبار، ثلاث مشاكل الكبار دول الحقيقه من اكتر الحاجات اللي هم الاهل، المال، الجنس. تدخلات الاهل الكبار في حياه اولادهم بيدمر. الاختلاف على المال، وده اخف واحد فيهم لان البروتوكول وشفافيه وبيتفقوا. الجنس اصبح نمبر 1 ويمكن ده اللي انا بدرسه. تمام. وبيبقى دافنينه جواهم ويتلككوا البعض على وبيحملوا المشاكل الاخرى. واحنا بنبقى اول ما بيجوا بنعرف. بس حضرتك توافقني دكتور اجيد، السبب الرئيسي هو ده. حضرتك توافقني دكتور اجيد ان في يعني في عامل جديد بقى بشع شويه، السوشيال ميديا. اكيد السوشيال ميديا اصبحت كبير. بقى عشان أكيد. فكره الخيانه أكيد. الالكترونيه دي والمساله دي، فاصبحنا عندنا مشكله ضخمه لازم نتعامل معها، ولازم نتكلم بقى على التعامل الرشيد مع هذه الوسائل بشكل كبير. اكيد ده موضوع كبير، وانا بشكركم شكرا جزيلا على هذه المعلومات والايضاح. الدكتور عمرو الورداني المشرف على وحده تاهيل الزواج بدار الافتاء، كل الشكر لحضرتك يا دكتور. ايضا الدكتور وجيد ذكري استاذ الارشاد النفسي بمعهد الرعايه والتربيه التابع للكنيسه القبطيه الارثوذكسيه، بشكرك شكرا جزيلا ايضا يا دكتور. مشاهدينا كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من راي عام، بكره الثامنه مساء بتوقيت القاهره حلقه جديده من راي عام. نشوفكم على ألف خير.